طيب هنبتدي بإيه النهارده؟ اول حاجه هبداها انا عايزه اعمل يعني انجريدينت من انجريدينتس اللي هو دقيق اللوز. دقيق اللوز، دقيق اللوز ولبن اللوز. دقيق اللوز ده بدل الدقيق ولبن اللوز بدل اللبن. بالظبط، احنا اللبن مسموح في البيليو، مش كل انواع البيليو، يعني البيليو درجات، في اللي هو البرايمل اللي هو ابسط نوع لحد الستريكت اللي هو النوع الشديد قوي. بس انا دايما بحب ابقى في البسيط يعني. اوكي، بس انا بعمل ليه لبن اللوز؟ لان هو بنستخدمه في ريسيبيز كتيره قوي، وهو غالي ان الواحد يشتريه، فعايزه اوري الناس ازاي يقدروا يعملوه. يلا بينا نعمل كده. اوكي، اول حاجه بجيب عندي اللوز وبقشره، ده بنقعه في ميه الاول وبقشره. اوكي، وبعد كده بنقعه في ميه لمده قد ايه؟ بنقعه في ميه يعني لو ميه دافيه مثلا مده نص ساعه. وبعد كده هو بيتقشر على طول. اوكي، بس هيبقى متقشر فهحطه في الخلاط. قد ايه لوز؟ انا المفروض احط على كل كوبايه لوز 4 كوبايات ميه. بعدين لا، خلي بالك حطي ال ناحية تانية. انا بضربه في الخلاط كويس قوي. ايه الفرق ما بين اللبن الطبيعي ولبن اللوز؟ لا، هو فروق كتير قوي. بس هو اكتر حاجه ان اللبن اللوز مثلا ما فيهوش كوليسترول، بس اللبن البقره فيه كوليسترول. لبن اللوز الكالوريز فيه اقل بكتير قوي. اللبن اللوز فيه بروتين وفيه كالسيوم، بس لبن البقره فيه اكتر. بس فيه لبن سكيمد. فيه لبن سكيمد، بس اللبن سكيمد بتبقى الدهون بس فيها اقل. لكن الكوليسترول عاليه. بس مازال في ساتوريتد فات او دهون مشبعه. دهون مشبعه. بالظبط. ماشي، طيب. انما لبن اللوز ما فيهوش دهون مشبعه خالص. اوكي، فهو صحي اكتر وطعمه مختلف في نفس الوقت. يعني الناس اللي بتتبع نظام غذائي معين وعايزه تخس تشرب لبن اللوز. بالظبط، اللبن اللوز يعني هو فيه كالوريز، بس هو الكالوريز اللي فيه اقل من اللبن البقري. اقل. وطعمه ايه بقى؟ عشان عمري في حياتي ما دقته. هدوقهولك دلوقتي. لا، انا ما بشربش لبن. هو مش اللبن التقليدي، هو طعمه مختلف. لا، دي حاجه عايزه اشهدها في البرنامج، اي حاجه لبن لا. ده هسيبه في الثلاجه لمده 12 ساعه، هسيبه يتنقع كويس قوي. زي ما هو كده. زي ما هو كده، هنقله بس في حاجه يعني وهسيبه في الثلاجه. انا عندي واحد اوريدي انا سايباه في الثلاجه بقاله 12 ساعه. اوكي، بصي حتى تلاقي الميه لونها غمق. عشان اخذت كل الطعم بتاع اللوز. وبعد كده اللي بنعمله ان احنا بنصفيها. بنصفيه بقى بقماشه، ممكن بفوطه مطبخ او ممكن بفوطه زي بتاعه الجبنه. بتتباع، موجوده في كل المحلات اللي بتبيع حاجات تجهيز مطبخ. طب وانت شايفه انه سعر لبن اللوز بعد ما انا هعمله هيبقى اغلى ولا ارخص من اللبن؟ لا، ارخص بكتير. ارخص بكتير. هو اللوز كمنتج هو غالي. بس لما اعمل انا لبن اللوز ودقيق اللوز، يعني هي الميزه ان انا لما هشتري لبن لوز هشتري لبن اللوز بس، ودقيق اللوز هشتري دقيق اللوز بس، والاثنين مستوردين. بس لما هعمله في البيت انا بقى عندي المنتجين، فوقفت عليا ارخص بكتير، وفي نفس الوقت انا ضمنت انها حاجه بيتي يعني. مفيش. انت دلوقتي بتصفيه بالقماشه. بالقماشه عشان هو هينزل فيه كلاكيع اللوز. اللوز بالظبط. اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا هاخد الفوطه او القماشه بتاعتي. وهعصره كويس قوي. ايوه، وليه قماشه؟ ليه ما يبقاش بس المصفى خلاص؟ عشان الكلاكيع دي هتعدي ثرو المصفى او اللوز المطحون. ماشي، انا بعصره كويس قوي. اوكي، وبعد كده هاخد بقى اللوز المعصور، طبعا هو المفروض يتعصر احسن من كده قوي يعني. وبعد كده بفرده في صينيه. وبدخله الفرن. يعني بصي الباودر ده هو بقى باودر. بقى كله. طب يعني اشرب شاي بلبن اللوز؟ ممكن. لا ما تهزريش. ممكن. يعني بديل اللبن في كل حاجه. بديل اللبن في كل حاجه. هو ليه طعم بسيط يعني، طعمه مش لوز لوز. بس هو بيديني لبن في الاخر. يعني صحي. اشرب شاي بلبن اللوز ممكن. اوكي، مفيش حاجه اسمها. ده اللبن.
ده اللبن. ده اللبن بعد ما اتنقع. استني لكم بيها. ريحته حلوه فعلا. انا عايزاكي تدوقيه. ريحته حلوه فعلا. طب انتي لزيتي بقى منه الباودر ده اللي هو طلع من القماشه صح كده؟ بالظبط. الباودر طيب. ده هحطه على ورق زبده. عشان استخدم ايديا. اوكي. بس بقى بعطره كده. ما تقوليش ان هو ده هيبقى الدقيق. ده هيبقى الدقيق. لا والله. هو ده الدقيق. يعني منفعة من الناحيتين، بعمل لبن وبعمل دقيق. بالظبط. اللي هعمله بقى ان انا هدخل ده الفرن على درجة حرارة واطية تكون 70-80 درجة مئوية ويتساب بقى، يعني ممكن ياخد 3-4 ساعات في الفرن لحد ما نلاقيه نشف. 3-4 ساعات؟ بالظبط. مش هيتحرق؟ لا، ما هو درجة حرارة واطية قوي. اللي هي كام؟ 70-80. وهتلاقيه نشف، يعني أول ما نلاقي الرطوبة راحت منه نطلعه، وبعد كده نحطه في الخلاط تاني أو في الكبة لحد ما يبقى بودرة خالص. سعرات حرارية أقل. بالظبط. الدنيا أصح أكتر. بالظبط. مش هتخن. بالظبط. وده اللبن. وده اللبن أهو. واو. ويتحط في التلاجة. ده اللبن ده ممكن يتشرب في أي وقت، وعلى فكرة ده ممكن لو أنا سبته مبلول كده قبل ما أنشفه في الفرن ممكن أستخدمه أحطه في سموذي أو أحطه على زبادي وأفطر بيه. صح. وجرانولا مثلا أو كده. طبعا هو جرانولا مش باليو، بس لو حد حابب أنه يعمل حاجة خلينا في الباليو.